دلوقتي في اكسرسايز بسيط كده اسمه دو ات مودولر، عايزين نجرب الكونسبتس اللي احنا خدناها عن الفانكشنز والفاريبلز وازاي اعمل مودولر ايه ديزاين. انا هنا عندي مونوليثيك بروجرام مكتوب في صورة فايل ايه، في فايل واحد. اوكي، البروجرام ده بيعمل شوية ايه، شوية حاجات. اول خطوة عشان اعرف اقسمه مودولر، يعني انا هاخد القصة بالعكس، يعني هنحاول نكتب شوية كومنتات نفهم الكود ده بيعمل ايه. انا بتهيألي اول حاجة بيعملها هنا في الحتة دي انه بيجيب align سطر الكود ده لحد من هنا لهنا، بيجيب ايه، بيجيب line. بعد كده بيعمل ايه، بتهيألي بيشوف اللاين اللي جابه ده بيساوي كويت ولا ايه ولا لا، فهو بيعمل string compare. string compare with ايه، between two ايه، between two strings. اوكي، هنا بيتشيك if line characters are all ايه digits. هنا بيقارن بيشوفه، لو هو اصغر من الصفر او اكبر من التسعة فهو ايه، فهو مش digits. اوكي، بعد كده لو هو digits بيعمل ايه، ان هو digits بتهيألي الاوبريشن دي اللي بيعملها ان هو ايه، الاوبريشن اللي بتتعمل هنا انه بي ايه، بي convert الاسكي ديجيت to an integer. اوكي، وفي الاخر بيعمل ايه، الجزء ده كده كله بظن انه بيحسب الايه، الافريج. بيكالكوليت الايه، الافريج. فانا عندي كام كومنت اتكتب، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، فانا هضطر ايه الاقلب ايه جزء جزء على انه ايه، على انه فانكشن، وكومبايل واتاكد انه شغال ايه، شغال مظبوط. طيب حتة جيت الاين دي، فانا محتاج اعرف ايه اتنين سورس فايلز، نلابس جو كود بلوكس اكستندد. هعرف تو فايلز، التكست دوكيمنت الاولاني والتكست دوكيمنت الثاني، اسميهم ايه، اتنين كده، اف اف فانكشن اف اتنين جيت ايه، جيت الاين دوت سي، سوري هنا اولاني ده كده جيت الاين دوت سي. ايوه، وجيت الاين ايه، جيت الاين دوت اتش. اوكي، هي دي بتقعد تعمل ايه، جيت الاين دوت اتش دي، عايزين ايه نزودهم هنا، add files جيت ايه، جيت align دوت اتش وجيت align دوت سي. اول حاجة هنعملها هنكتب الايه، الجارديان. اوكي، هاش ديفاين، اكتب الايه، الجارديان. الفانكشن ايه اللي المفروض اللي يتحط في الهيدر فايل ده، هو هنا بيخزن اللاين في ايه، بيخزن الكاركتر اللي جه في حاجه من نوع ايه، من نوع لاين. لاين دي كانت متعرفه فوق على انها ايه، كاركتر. فانا متخيل هتبقى الفانكشن دي ما بترجعش حاجه وبتاخد كاركتر ايه، array. اوكي، خلينا نكمبايل كده نشوف الدنيا ايه، فيها مشاكل ولا ايه ولا لا.
اوكي تو ورنينجز تايب. نعمل ايه هنا بقى؟ نكتب جيتا لاين دوت سي. هي جيتا لاين دوت سي دي محتاجين نكتب فيها الفانكشن دي. انا محتاج الاول انكلود الهيدر فايل كده. ايه اكتب البادي بتاع الايه بتاع الفانكشن ده. اجيبه منين؟ اخد كل الايه كل الكلام ده كده احطه ايه احطه هنا. ناخد بس الجزء ده نظبط الاندنتيشن. اوكي وهنا ايه محتاج فاريبل اسمه سي. روح للمين اخده منين. اوكي هو ايه اللي هو كار سي ده. اوكي جيت الاين دي ايه دي بما انها بتستخدم جيت كار فهي محتاجه الانكلود ده برضو ايه برضو معايا. كومبايل كده واشوف ايه الفايلات اللي انا كاتبها دي طالع منها ايرور ولا ايه ولا لا. اوكي هنا محتاج حاجه اسمها اي معترض عليها نسيت اجيبها. اروح اجيبها منين؟ من هنا اهو. واخليها في البدايه بايه بزيرو. اوكي نكمبايل كده مفيش ايه اي حاجه طالعه. عندها بقى الفانكشن اسمها ايه جيت الاين مكان الكومنت اللي انا ايه اللي انا استخدمته ده. جيت الاين الفانكشن هتاخد ايه لاين. اوكي ثري ورنينج. ايه الورنينج الزياده اللي طلع؟ اوكي هنا جيت لاين بصيت لها ايه لاين فالدنيا شغاله مظبوط. عشان اتاكد هحط 3 و4 واكتب ايه كويت. طلع لي 3.5 فالبيهيفير لسه ايه لسه ما غيرش. طيب نشوف الحاجه اللي بعد كده string compare. فانا محتاج اعرف تو فايلز اسمهم ايه string compare. نعرف text file هسميه my string compare مثلا .h وعرف تكست فايل تاني اسميه my string compare dot a dot c. اوكي وهنا معترض عشان انا ما عملتش هاش انكلود للايه للجيت الاين دوت ايه اتش. المفروض عدد الورنينج كده يقل يوصل لايه اتنين زي ما كان ايه في اول مرة. طيب عايزين هنا نزود التو فايلز اللي انا عملتهم my string compare c dot a dot h. هنبتدي كالعادة ان احنا بنكتب ايه السي فايل الهيدر فايل اسف اللي هي هاش اف نوت ديف اندرسكور my underscore string underscore ايه بير underscore header ايه header فايل. اقول له هاش ديفاين انا متخيل الفانكشن دي هتبقى بترجع ايه هو هنا في الstring compare
كان مرجع حاجه variable integer. فانا هعرف هنا حاجه ايه function بترجع integer هسميها ايه my string compare، بتاخد two strings. لما اجي اكتب الماي سترينج دوت سي نفس المبدأ كده هينكلود ايه كومبير دوت اتش، هنا اكتب البادي بتاع الايه بتاع الفانكشن دي، هيبقى فيها ايه بقى الجزء ده من الكود. بس هيبقى حاجة بالمنظر ايه بالمنظر ده while s نفس القصة هعمل into في ايه into في i equal 0 while s of i equal t of i السطر الأصلي ده. أو خليه int is quit. بتساوي واحد. اوكي وهنا int of i بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. تعمل هنا ايه؟ بريك. اوكي البريك هنا هتريترن في الاخر ايه اسكت. عايز انده الفانكشن دي فهاخد البروتوتايب بتاعها احطه مكان ايه مكان ده كده. السترينجز اللي انا بقارنها هي لاين مع الاسكي اللي اسمه ايه كويت. فممكن ساعتها هنا الغي الايه الغي السطر ده كده اوكي، وهنا اتشيك على الريتيرن فاليو دي. وهنا لو كويت هترجع لي ايكوال ايكوال زيرو، هعمل عملية الايه عملية البريك. فمعنى كده لو السترينج بقى بيكويت هرجع ايه القصة دي طول ما انا فيها كده ووصلت للاخر هرجعه بايه بزيرو. واجي هنا اعمل ايه هاش انكلود my string compare dot a dot h. اوكي في warning تالت طلع زيادة عايزين نعرف ايه ايه هو. انت هو معترض على return value في سطر ايه في سطر 11. هنا يعني في سطر ايه في 11 واحد ماينس ريتيرن ايه ريتيرن تايب اه معترض على الانت دي اوكي اللي هي نفس القصه بتاعه الايه بتاعه الكومبايلر ده ريتيرن ايه ريتيرن زيرو. نشوف كده ايه اللي ايه اللي طالع اوكي وان ايه وان ورنينج ان الفاريبل ده ملوش استخدام فممكن ايه فممكن اشيله دلوقتي. كومبايل كده اتاكد ان الكود طالع ايه زيرو ايرور زيرو ايه